أسفر الزلزال الذي ضرب غرب إيران مساء الأحد عن مقتل 436 شخصا وفق حصيلة رسمية جديدة أعلنها التلفزيون الرسمي. وأفادت وسائل إعلامية أن عدد الجرحى يتراوح بين 7700 شخص و 9400، كما دمر وتضرر حوالي 30,000 منزل. كما أعلنت السلطات المحلية أن كل المدارس في المحافظة ستغلق أبوابها في الفترة من الاثنين إلى السبت باستثناء المدارس في المدن الأكثر تضررا جراء الهزة الأرضية. وتم نصب 51,000 خيمة في المناطق المنكوبة مخصصة للإقامة الطارئة.